رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة من المختصين للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع حادث قطار الزقازيق. رئيس الوزراء يوجه وزارتي الصحة والتعليم العالي بتوفير سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بحادث قطار الزقازيق. وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث قطار الزقازيق. النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تصادم القطارين بمدينة الزقازيق. الرقابة المالية توجه مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث القطار بسرعة اتخاذ اللازم نحو صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار الزقازيق. الصحة رفع درجة الاستعداد في مستشفيات محافظة الشرقية وتكثيف تواجد الأطقم الطبية كافة لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث قطار الزقازيق. الحكومة تنفي تأجيل تنفيذ إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى عام 2025-2026. الأرصاد تؤكد استمرار انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة مئوية.